سنمر للتمرين رقم 5. فيما يخص التمرين رقم 5 هو كالتالي: احسب، إذا لدينا 2 على 3 ناقص 1 على 6 بين قوسين في 3 على 4 زائد 1 على 2 تساوي. إذا لدينا هنا أعداد كسرية، قواعد الأعداد الكسرية، عاود هنا بحذر سنكون عارف قواعد الأعداد الكسرية. إذا ألاحظ أن لدينا بين قوسين، بما أن لدينا بين قوسين هناك أسبقية، سننجز هذه العملية وننجز هذه العملية، واللي غادي يخرجوا لي الأعداد غادي ندير جداء ديالهم. إذا ألاحظ أن 2 على 3 دائما عندما أريد أن أنجز هذه العملية غادي نلاحظ من بين هذه الأعداد الكسرية هل هناك أعداد اللي يمكننا نختزلها الاختزال. مثلا هنا أقول 2 على 3 عدد مختزل، 1 على 6 عدد مختزل، 3 على 4 عدد مختزل، و 1 على 2 عدد مختزل. مزيان، الأعداد كلها مختزلة، يعني ما كانتش مختزلة نختزلها، عاد نبدأ بالعملية ديالي. الآن إذا أردنا أن ننجز هذه العملية، إذا هنا عملية طرح، عملية طرح كتقول لنا باش نقدروا نديروا عملية طرح، القاعدة واضحة، كتقول لنا خصنا نوحدوا المقام، نوحد المقام. فيما يخص توحيد المقام، قبل ما نطبق القاعدة بصفة عامة اللي كتقول لنا نضرب هذا في هذا، وهذا في هذا، وهذا في هذا، قبل ما ندير هذه العملية، غادي نلاحظ واش مقام أحد هذين العددين هو من مضاعفات المقام الآخر. ماذا ألاحظ؟ ألاحظ هنا 6 من مضاعفات 3. إذا كان 6 من مضاعفات 3 يعني المقام الموحد سيكون هو 6، يعني غادي نضرب هنا 3 في 2. إذا ضربنا هنا 3 في 2 خصنا حتى الفوق 2 غادي نضربها في 2، يعني غادي يمكننا نعوض هذه الأعداد ب 4 على 6. غادي نشوفوا في المرحلة اللي غادي نكتبوها. نمشيو هنا نفس الشيء، ولاحظ أن 4 من مضاعفات 2، بما أن 4 من مضاعفات 2 يعني هذا العدد غادي نضربوا 2 في 2 عندنا 4، ونضربوا 1 في 2 تعطينا 2، تعطينا 2 على 4، ونقدروا نقوموا بعملية الجمع، نحتفظوا بالمقام ونجمع البسطين. هنا من غادي نوحدوا المقام غادي نحتفظوا بالمقام ونقوم بطرح البسطين. نلاحظ إذا لدينا 2 على 3 ناقص 1 على 6 تساوي 4 على 6. من جبنا هذا 4 على 6، 4 على 6 لاحظنا أن 6 من مضاعفات 3، ضربنا هذا 3 في 2 وضربنا 2 في 2، 3 في 2 عطتنا 6 و2 في 2 عطتنا 4، هذا العدد يساوي هذا العدد، قلنا هذا العدد وعوضناه بهذا العدد، لماذا؟ باش يكون عندنا نفس المقام. بما أن لدينا نفس المقام نحتفظ بالمقام هو 6 ونقوم بالفرق، 4 ناقص 1 تعطي لنا 3. نمر للعملية الثانية، 3 على 4 زائد 1 على 2 تساوي 3 على 4 زائد 2 على 4، نفس الشيء، 4 من مضاعفات 2، ضربنا هذا في 2، ضربنا هذا في 2، حصلنا على 2 على 4، نحتفظ بالمقام ونقوم بمجموع البسطين، نحصل على 5 على 4. الآن لدينا هذين العددين، هذا العدد وهذا العدد، الآن هذا أعطت لنا هذه النتيجة هنا، وهذا أعطت لنا هذه النتيجة هنا، الآن غنديروا جداء، قاعدة الجداء كتقول لنا جداء عددين كسريين، غنديروا البسط، البسط والمقام في المقام. قبل ما نديروا هذه العملية غادي نطرحوا نفس السؤال، واش يمكننا نختزلوا 3 على 6 واش يمكننا نختزلوا؟ نعم، غادي نقسموا 3 على 3 تعطينا 1 و6 على 3 تعطينا 2، يعني سوف تعطينا 1 على 2. هذا واش يمكننا نختزلوا؟ ما غاديش يمكننا نختزلوا. إذا باش غادي نضربوا 3 في 5 و6 في 4 ناخذوا العدد المختزل. غادي نشوفوا الآن العملية، هي 3 على 6 في 5 على 4، هذا اختزلنا عطانا 1 على 2، هنا هذا ما يتختزلش يبقى 5 على 4، ضربنا 1 في 5 عطتنا 5، ضربنا 2 في 4 عطتنا 8، وحصلنا على العدد الذي هو 8 على 5. إذا النتيجة ديال هذه العملية هي 5 على 8. إذا دائما تكون عندكم عملية بحال هكا ما تخدموش كل شيء مجموع باش ما تخربق لكم في الأمور، حسبوا هذه بوحدها، حسبوا هذه بوحدها، يخرجكم ديروا الجداء ديالهم وروحوا غير بلاتي وبالتركيز، ما تبقاوش يمكن كتكون العمليه تخرج لكم العمليه وما كتوصلوش النتيجه الصحيحه. الانتباه، يلا وصلنا مر للتمرين